اذا كان عرسك قريب وش عارك راهو تالف ومتقصف وباهت وراه يدرفت لك بين لي برودوي ما عرفتيش فاش طالعي فيه سهل هل. ما كان لها تقولي لي صالونات وتخسري دراهمك. راح نقترح عليك مجموعه من الزيوت من لا مارك ميناتور. هاد لا مارك اللي دايره حاله من اصول جزائريه، عندها منتجات طبيعيه، حقيقه ماركه بمقاييس عالميه. راح تستخدمي هذا الحمام الزيتي وتداومي عليه لمده شهر، راح تاخدي كميات متساويه من بعض الزيوت اللي هي زيت الخروع، زيت اللوز، وزيت الثوم. راح تحطيهم تري بيان على الاطراف تاع الشعر ديالك، على لي غاسين تحكي تري تري بيان، وصدقيني راح تشوفي العجائب. راح ينقص لك التساقط، راح يعاود يرجع لك هذاك اللمعان ولا فريشور تاع شعرك، راح يطوله لك، راح ينحي لك التكسر سورتو لي شعرها خفيف. راح تداومي عليهم كيما قلت لك، وراح تغسلي شعرك، تخليهم 3 سوايع 4 سوايع وتغسلي شعرك وتنشفيه وتروحي ترطبيه. مهم جدا الترطيب للشعر من هاد لا مارك تاني تاع جوز الهند، من لا مارك ميناتور. ومن بعد تيك راح تشوفي النتيجه النهائيه. الوغ البنات، الى عجبكم هاد الروتين وهاد تقدروا تطلبوا هاد المنتجات، لاباج تاعهم هاليك من التحت، ولا تطلبوا من لو سيت تلقاوه في البيو تاعهم.